مبابي وفينيسيوس، أزمة الرقم 7 في ريال مدريد. بدأت الصحافة العالمية في سرد بعض المشاكل التي يتمناها أي فريق، وهي وجود نجمين بحجم مبابي وفينيسيوس جونيور، والخلاف هو ارتداء الرقم 7 مشاكل عالم أول كما يقولون. الرقم المفضل لكيليان مبابي كما شاهدناه لسنوات طويلة في باريس سان جيرمان هو الرقم 7، وهو الرقم نفسه الذي يرتديه فينيسيوس جونيور هذا الموسم. الرقم 7 هو رقم الأساطير في ريال مدريد على مر التاريخ، ارتداه كل من خوانيتو وراول غونزاليس وكريستيانو رونالدو، لكنه مر بفترة مظلمة ارتداه فيها ماريانو دياز وإيدين هازارد اللذان لم يكتب لهما التوفيق مع النادي الملكي، حتى جاء فينيسيوس ليتفوق على ما يسمى بلعنة رقم الأساطير، وهو في الطريق ليصبح أسطورة جديدة في الفريق. لكن مبابي كتب تاريخا كبيرا مع منتخب فرنسا بالرقم 10، وهو نفسه رقم أيضا بعض أساطير ريال مدريد مثل لويس فيغو ومسعود أوزيل ولوكا مودريتش، الأخير الذي يعيش على الأغلب موسمه الأخير مع النادي الملكي. لذلك فإن معظم التوقعات تشير إلى أن مبابي سيرتدي الرقم 10 الذي سيصبح شاغرا بعد رحيل مودريتش، ليستمر فينيسيوس بالرقم 7 رقم مثله الأعلى كريستيانو رونالدو، والذي يواصل كتابة التألق به هذا الموسم.